أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 649 إصابة من مرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض في البلاد إلى 44610 متعافين. إلى ذلك أعلنت الصحة تسجيل 836 حالة مصاب بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة. كما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة وفاة.